السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننطلق لقصة اليوم، وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، أتذكر اليوم اللي اتصل فيه جدي بأبوي رحمة الله عليه، اليوم اللي فقدت بيتي وأسرتي، فطلب منه أنه يأخذه للديرة عشان يقوم بواجب العزاء في خاله رحمه الله. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى وصار عليهم حادث، توفى فيه أبوي على الفور، وبعد كده بأيام لحقوا جدي الله يرحمهم يا رب جميع. أيام أنا كنت صف 5 ابتدائي، أذكر لما انهارت أمي، وأذكر صراخ أمي، وأذكر لما جو أجدادي بشكل مفاجئ للبيت وقعدوا يقولون لأمي يعني هذا الخبر، وصارت تصرخ 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 وتبكي: لا فلان ما مات. فسبحان الله، أنا وقتها أخذت أخوي خالد، وخالد كان صف أول ابتدائي، وهربت فين المجلس ورحت قفلت الباب، لأنه كان يعني يصرخ أبوي أبوي، ففهمنا على طول أنه أبوي توفى الله يرحمه. خفت على خالد، تقولوا لي ليه خفتي؟ ما أدري ليش، ولا أدري حتى ليش تصرفت كذا سبحان الله. المهم أني أذكر أنه بقينا في المجلس هذاك نبكي نبكي أنا وياه، لكن كنا طوال أيام العزاء في حضن أمي، فحسينا بالأمان، يعني خف فقد ألم أبوي بس ما راح. أتذكر الناس والتجمعات، أتذكر الحزن المميت اللي عم المكان هذيك الأيام. كنت إذا حطيت راسي على المخدة ورحت أبكي أبكي وأدعو الله له. المهم مرت السنة الأولى، تزوجت أمي حتى من غير ما تقول لنا كذا، راحت من بيت جدي وتركتنا، فكان أيامها إجازة نهاية العام، كانت تزورنا كل يومين أو 3 أيام، كانت تكلمنا. بعد أيام كان جدي وجدتي يتناقشون بصوت مرتفع، فعرفت من الحديث ان جدي يبغى يرجعنا لجدتي لأبوي، وكان يقول انه ما يقدر يتحمل مسؤوليتي انا بالذات، خاصة يعني مع وجود اولاد اخوالي، فكانوا دائما يجون يعني زيارات للبيت وكذا. كانت جدتي تبكي تقول لا هذول ايتام، ترى انا بربيهم. بس جدي ما كان يبغى يتخلى عن قراره، وأصر وفعلا نفذ، وراح تواصل مع عمي وقال له يعني قل لأمك بجيب عيالكم بكرة عندكم، أمهم خلاص تزوجت وأنا والله رجال كبير ولا أقدر على مسؤوليتهم، وجدتهم موظفة ولا هي متفرغة. المهم في آخر اليوم جد جدتي وأخذتنا وخرجنا من هذاك البيت، وحنا نبكي بكى بكى مو طبيعي، وهذا ثاني فراق. فهناك لما رحنا كان الكل فرحان ويحضنونا ويبوسونا، وأولاد عمامنا وعماتا كذا ينتظروننا كذا بشوق. بس بدت رحلتنا الحقيقية مع اليتم، هناك بس بديت أحس باليتم الحقيقي، وإني فقدت أسرتي من لمن مات أبوي رحمة الله عليه. فجدتي بحكم عمرها كانت تطلب مني أني أقوم يعني بأعمال البيت بالتدريج، يعني أول شيء كنسي، بعدين مسكتني الغسيل، بعدين الكوي والطبخ، حتى أحيانا كنت أتلسع من البوتاجاز وأحيانا من القدور والصيجان، بس خلاص لين بديت أعتاد. بعدها كان عمامي وعماتي إذا جو لازم أروح أسوي لهم قهوة وشاهي وكذا. الصراحة ما عمري شفت فيهم يعني في عيون أحد فيهم شفقة علي أو رحمة، بالعكس حسيت أنهم مرة مبسوطين أنه في خدامة كذا لأمهم بدون مرتب. وللأسف كمان بدت أمي تخفف الاتصال فينا، كنا نلتقي بأمي كل جمعة في بيت جدي، بعد كذا صارت تتعذر عن الحضور عن بعض الجمعات، يعني من وين لوين جمعة نشوفها وعشرة لا، لين بدأ شوقنا يخف. أحيانا يعني كنا نتعرض للتنمر من أولاد عمامنا، كانوا يلعبون مع أخوي، إذا فاز عليهم أخوي أو ما عجبهم اللعب يقومون يضربون ضرب، وإذا رحت أساعده يقوم الكل علي: أنت كبيرة، أنت عيب عليك، هذول ترى صغار مع بعض بكرة يكبرون، هم أخوان. طيب في ناس معاه يعني يلعبون أكبر مني في العمر. فالمهم مشت الأيام إلين قبل بداية العام، تواصلت أمي مع جدتي عشان ننقل ملفنا أنا وأخوي المدرسة قريبة من بيت جدتي، وفعلا
تم نقل ملفاتنا وتغير كل شيء فجأة علي أنا وأخوي. تخيلوا بيتنا، أسرتنا، مدرستنا، عانينا أشد أنواع المعاناة، اضطهاد، تنمر، قسوة لما نصير ثالث متوسط. أذكر موقف، خالد كان أيامها خامس ابتدائي، تأخر أنه ما رجع للبيت هذاك اليوم بدري، فقلقت عليه مرة ورحت أكلم جدتي، قالت هو بيجي مو بضايع، وين بيروح يعني؟ ورحت أكلم أعمامي كلهم نفس الكلام، والله وأروح وألبس عبايتي وأدور عليه. فلما وصلت المدرسة لقيت المدرسة شبه فاضية، رحت أسأل الحارس وأكد لي أنه ما في أحد يعني جوا، خلاص كل الطلاب راحوا، كان في بس معلمين يعني حتى واقفين كذا، وحتى صرخوا فيني قالوا يا بنت روحي وش تبين هنا. فكنت أبكي خلاص الدمع في عيوني، قلت لهم أخوي ما جاء، ما رجع البيت. فالله يا رب يجزاهم خير يعني تعاطفوا معاي، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن خالد. ما لقينا خالد، بديت أبكي عند باب المدرسة. تناقص المعلمون لين بقي معاي المرشد الطلابي، راح اتصل بالمدير، وجاء على المدير يعني على الفور جاء. سألني المدير وين أبوك أخوك الكبير، ما في أحد غيرك يعني يجي؟ راح المرشد الطلابي همس له كذا إن خالد يتيم، فهز راسه يعني كأني يقول الله يعينكم يعني. فسألني عندك أخوان كبار وكذا، قلت لا بس أنا وخالد. فقال طيب أمك فين؟ قلت أمي متزوجة ومو معانا، وحنا عند جدتي أم أبوي. قال طيب أعمامك؟ قلت كلهم بيقولون بيجي ويروح، وين بيروح يعني؟ كلهم أقول لهم روحوا شوفوا خالد يقولون بيجي. قال لا تخافين يا بنتي، تلقينا يعني عند أحد من أصحابه، ودائما ترى التصرفات الابتدائي عليهم حركات كذا طلاب الابتدائي، فروحي بيتك وإن شاء الله حنا بنحاول نتصل بزملاء وبالمعلمين المناوبين. قلت والله ما أتحرك لين تجيبون لي خالد، وين راح؟ المهم اتصلوا قالوا لهم يعني شافوه يلعب مع فلان وفلان في الصرفة. المهم أخذوا أرقام من اللي شافوهم معه واتصلوا عليهم وسألوه. في واحد منهم قال إن أنا شفت راح مع بيت فلان يلعب معه سوني. المهم راح المدير دقوا على أهل الطالب هذاك، لقوا معه اثنين أولاد يعني من المدرسة، فتأكدوا أنه واحد منهم طلع خالد الحمد لله. لما قال لي المدير خلاص أنه موجود وكذا وخلاص ولي أمر الطالب الحين بيجي، إيش جلست أبكي بكا لأني تعبت كثير. فانتظرت لين جاء، لما شافني جاي يجري ويضمني قال ليش تبكين أنا طيب، أنا ترى رحت ألعب بس عند عزام سوني. قلت له تكفى لا تسوي كذا مرة ثانية خالد، الله يخليك أنا أخاف عليك. المهم رجعنا البيت ودخلنا، قالت جدتي اتصلي على عمك طمنيه، ولا عاد تسوين كذا تخرجين بالشوارع بهالقايلة، الناس نايمة والشوارع فاضية، تروحين تجيبين لنا فضيحة من جديد. فحقيقي أنا ما اتصلت لأني أدري أنهم ما دروا عنا، ولا حتى فكرت أني أتصل. رحت سويت لخالد سندويتش جبنة وشاي وأكل ونام حبيبي. ويمكن عدى ساعة بس كذا إلا يدخل عمي يصارخ ويهاوش، يعني حتى انه كان بيدخل عليه بيبغى يضربه وهو نايم. اقول له نايم يا عم والله انه نايم. قال لا ما علي فيه، نايم ولا صاحي والله اني لا اوريه، اجل قاعد برا يلعب وحنا مشغولين. قلت ايه مشغول، انت رحت بيتك تتغدى وسكت بابك. فقلت له اذا كنت بتمد يدك على خالد بتضربه، والله تضربني انا اول. وفعلا ضربني، والله العظيم أنا قلت ذي الكلمة ما قلتها إلا أنا كذا دوخة من الكفوف اللي جتني. تدرون عمي هذا عمره ما يضرب أحد من عياله، ضربنا حنا. المهم بعد ما راح وخلاص فش خلقة فيني، كلمت جدتي قلت ترى أنا بشتري سوني لأخوي من تقاعد أبوي. قامت علي جدتي انت تحاسبيننا، انت تحاسبيننا سروقين، حنا نصرف به عليكم، من وين نصرف يعني عليكم؟ قلت يعني مرة ما بقى شيء اشتري لأخوي سوني؟ قالت لا. قلت والله لو أبوي عايش كان شراله ولا خلاه يروح عند الناس بس عشان يلعب سوني.
وادخل على خالد حبيبي الاقيه صاحي ويبكي ورحت اضمه. قام يقول لي اذا كبرت انا بشتغل وباخذك من هنا وبنروح. قلت ايه ان شاء الله بنكبر ونشتغل ونشتري بيت وسوني واكل كثير وملابس ونروح نتمشى. قال ناخذ امي معانا حتى اذا زوجها قال لا والله اني لاضربه. يا الله كنت احس بخالد يوم انه اصغر مني ما يدري بشي ولا هو فاقد، لكن طلع فاقد بسنه ساكت. طبعا مرت الايام والسنين علينا اصعب اصعب مما تتخيلون. مهما وصفت لكم قسوة الشعور اللي عانينا ما اقدر اوصف لكم اياه. المهم لما صرت ثاني ثانوي سمعت عمي يكلم جدتي على اساس انه يبغى يزوج ولده هيثم، لان عيال الحرام على قولهم لفوا عليه وانه خايف عليه. فقامت جدتي ايش تقول له، تقول خذ له بنت اخوك، لا اب ولا ام استروها، ما تبغى تكاليف ولا شيء، بس عطوها اللي فيه النصيب، المهم انكم تسترون لحمكم وعسى ولدكم يرجع لعقله ويرد الله له عقله. المهم يا الله ما تتخيلون كيف كلماتها هذه عورت قلبي. يعني انا من خامس ابتدائي من توفى ابوي وراح راحت قيمتنا خلاص 6 سنوات انا واخوي زي السلع اللي يتبادلونها. هذاك اليوم رحت المدرسة وانا منهارة بكا بكا، كل اللي حولي لاحظوا علي، حولوني على طول للمرشدة الطلابية، حاولت فيني وحاولت لين اضطريت اني اقول لها كل شيء. فقالت اتصلي بامك قولي لها هي اللي تقدر توقف ذي المهزلة. قلت لها والله امي ما بتسوي شيء، يعني حتى امي حتى هي باعتنا اول من باعنا امي. قالت لا يا بنتي ترى الام والام والام، وجلست تقول قصايد بالام واحاديث وامثلة. اتصلت من جوالها، لما كلمت امي طبعا انا ما كنت بكلمها بس عشان اقنع المرشدة ما تقعد تزن علي، يعني تقول لي كذا انه انا تطلعني انا من جد واحدة يعني سافلة امي وما ابغاها، امي اللي ما تبغاني. فعلا قالت لما قلت لأمي وكل شيء قالت يا بنتي ترى الزواج أحسن لك وتقدرين تطلعين وترتاحين وتاخذين أخوك معاك. تخيلوا لا شعوريا أول مرة في حياتي ألعن، قلت الله يلعن الأمهات اللي زيك، أنت من ذي اللحظة أنت أمي ولا يشرفني أمومتك. قفلت الخط وانهرت انهرت أكثر من أول. بعدها بدأت المرشدة الطلابية تهدي فيني وقعدت استغفر الله سبحانه وتعالى عن كلامي ذا. فكنت أقول للمرشدة والله لو أخوي خالد مو فيه كان قتلت نفسي وارتحت. قالت فكري طيب في أحد من أهلك يقدر يساعدك غير أمك قوي يوقف معاكم نقدر نكلم الآن؟ قلت لا كلهم بعد أبوي اتضح لي أنهم نسور يشوفوننا جثث حتى أمه. قالت طيب يا بنتي في تعنيف في الموضوع؟ ضحكت قلت كل شيء كل شيء ممكن يخطر على بالك، كل شيء صار لنا، جوع عري إهانة ضرب خدمة حبس، ترى ما لنا أي وجود ما لنا أي حقوق. طبعا خالد بالنسبة لي صديقي وأخوي وأهلي وكل شيء رغم صغر سنه إلا أن الحياة كبرته. كنت أشتكي له أفضفض له، فقلت لا اسمع يا خالد ترى بنهرب والله نروح حديقة ونشحد والله لو بس أشحد، لكن ما أتزوج هذا الرجال. فاتفقنا فعلا أن نسوي كذا إذا صارت الأمور من جد. المهم اليوم اللي بعده خالد أخوي راح للمدير قال له بشتغل أي شيء شغلني عندك أي حاجة. المدير تفاجأ يعني قال له إيش تشتغل يا ولدي؟ قال أي شيء بس المهم أنهم بيزوجون أختي واحد فاسد وأنا أبغى أنقذها. قال لك كيف تنقذها؟ قال أنا بأخذ بيت وبأخذ أختي أصرف عليها. قال ما عندي يعني شغل لك، أنت لسه صغير أنت لسه في الابتدائي ولا حد بيأجرك بيت ما عندك هوية. قال طيب يلا أعطوني حل، يرحم أمواتكم أعطوني حل. تدرون أن هذه الكلمة هزت المدير سبحان الله وساقه الله في طريقنا من غير حول ولا قوة منا. ولا توقعت بيوم من الأيام إن خالد بيكون سبب لنجاتنا من اللي حنا فيه. المهم قال للمدير طيب خذ هذا رقم جوالي إذا وصلت البيت اتصل فينا، عندكم تليفون؟ قال لي إيه عندنا. فاتصل خالد بالمدير
قال انه في حرمة تبغى تكلمك وكذا، تبغى موظف صغير وعندها سكن غرفتين ومطبخ وصالة وحمام، هاي خالد تكفيكم؟ قال خالد هي تكفي، انا موافق يا استاذ. كلمت الحرمة خالد ووصفت له بيتها وطلبت منه يعني يجي بعد الدوام يقابلها وانا اكون معه عشان يشوف البيت والشغل. فلما قال لي خالد ضحكت، قلت يا الله يا خلودي وش بشتغل انت، انت توك صغير. قال لا هي تبغى موظف صغير وفي سكن وبنروح انا وانتي وبكرة ان شاء الله بنشوف البيت. فانا فهمت يعني فهمت ان المدير هو اللي مدبر الموضوع، بس قلت والله ما بخلي اخوي يروح لوحده. المهم رحنا، اتصل خالد قال انا برا يا استاذ، وجاء المدير دخلنا يعني من خلف البيت. البيت كان فيه حديقة كبيرة، كانت يعني كأنها قصور أو أقرب للقصور، فيها بيوت خدم، مطابخ خارجية، فيه خيول، يعني حياة عمري ما شفتها. فكنت أشوف أسوار هذا البيت اللي أطرافها يعني كله حديد زي راس السهام، بس عمري في حياتي ما تخيلت حدود المكان من جوا كيف أو اللي بداخله. المهم جتنا الخالة على عكازها وكانت كذا حاطة لثمة تحت الأنف، قالت هذا هو خالد، تشر بالعكاز على خالد، هذا خالد، هذا هو موظفنا الجديد، تبارك الرحمن، أنا كنت أحسبه ولد صغير طلع رجال، وهذه هي أختك يا خالد؟ قال لها أيوة هذه أختي. قالت طيب إيش اسم أختك؟ سكت خالد مستحي يقول اسمي قدام المدير. قالت آه لسانك أكلته البسة. ضحك خالد قال لا لا هذه أختي. قالت أكيد إن ما دام أنت خالد هي خلود. فقول الحين يا ولدي تبغانا نوظف أختك؟ قال لا لا أختي بس تدرس، أنا اللي أتوظف، أنا الرجال. قال طب تعال أوريك الشقة. المهم دخلنا، كانت قديمة شوي بس كنت فرحانة يعني حتى في نفسي أقول يا ربي معقول خلاص بنستقل. راحت قالت للمدير، قالت نادي أخوك مطيع خليه يشرح لنا كيف نقدر نخدم هذول الأطفال. فمطيع محامي جاء وجلس وسألني هل تتعرضون للتعنيف؟ قلت نعم. قال هل في كدمات علامات بجسمكم كذا؟ قلت ايه فيه. قال قوليلي. قلت مرة عمي صب براد الشاي علي وانا جالسة، طبعا انا كنت جالسة كان في حرق برجلي، بعدين ضربني تخيلوا بنفس البراد وسويت غرز. قلت طب تعرفين المستشفى؟ قلت ايه. قال متى؟ قلت والله ما اذكر التاريخ بالضبط بس اذكر وانا ثالث متوسط. مرة مسك أخوي وخنقة بالقوة وكنت أجر أبا بعد عن أخوي، قام يضربني دفني على الباب وصار عندي شعر بساقي ورحت سويت جبيرة. في مواقف كثير كثير كانوا الجيران يجون بس يتدخلون ويفكونا منهم. قال طيب ممتاز، الولاية عند مين؟ قلت عند عمي الكبير. بس عمي الكبير ذا ما نشوفه، ما ندري وينه، حتى ما يسأل عنا ولا يجونا ولا شيء، ولا نشوف حتى منه ولا ريال. إذا طلبنا شيء من جدتي تجلس تخاصم وتسبنا، مع العلم ترى والله بس مرة واحدة طلبتها سوني لأخوي بس عشان يلعب. قالوا طيب بنرفع قضية تعنيف ونحتاج أمك ترفعها أو أنتي، ونطلب نقل الولاية لأمك وبعدها نتفاهم مع أمك وتنتقلون هنا عشان الشيخ خالد يشتغل ويروح بيته ويرتاح، وحنبذل إن شاء الله قصارى جهدنا وإن شاء الله أن أهل الخير يعني ما يقصرون معانا. قلت له بس احتمال أمي ما توافق واحتمال عمي بيزوجني ولد الداشر هذاك عشان يعقل. قال لا لا ما يحق له يجبرك على الزواج نهائيا، الآن ترجعون بيتكم، الوالدة تتواصل مع أمك وحنبدأ إن شاء الله بالإجراءات. طبعا أمي رفضت، قالت انها ما تقدر تدخل محاكم عشان زوجها واولادها الثانيين. وخالد صار يروح مع المدير على شغل الوهمي، تدرون الشغل يحط له يعني اكل للخيول بالمزرعه حقتهم والقطط والكلاب وانتم بكرامه، ويرجع البيت عندنا بعد المغرب، يرجع فرحان يعطونا راتب 2000 ريال. حتى قال المدير يعني انه ابغى اشتري لاختي مريول وعبايه وجزمه، وفعلا اشترى وجاب لي عطر وجاء يعني حتى كان يسوي حركات الرجال الكبار كذا يمد للأكياس إنه ها شلي ناقصك بعد. يا الله والله العظيم إني بكيت من الفرحة، خالد هو الفرحة الوحيدة بحياتي بعد موت أبوي. فكنت أقول في نفسي والله لو خالد مو موجود كنت قتلت نفسي أو سويت في نفسي شيء،
بس لمين أخليه؟ المهم مشت الإجراءات عن طريق بلاغ قدمته أنا، لأن الكل طبعا تخلى عني، لكن أهل الخير ما قصروا وشهدوا أن أحفاد هذه المرأة تعرضوا للعنف مرات كثيرة، وحنا اللي تدخلنا عشان ننقذهم، وقدمت تقارير بالآثار والعلامات اللي تسببوا فيها أعمامي، وذكرت أنهم يبغون يزوجوني بالقوة من ولدهم الفاسد. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كان لأهل المدير أذرع قوية ساعدونا كثير، وبعد محاولات مع المدير وعيلته لنقل الولاية لأمي، وأخذ موافقة زوجها مقابل مبلغ مادي على أن يعني ما يكون مسؤول عنا ولا ندخل بيته ولا شيء، وأنهم بس متبرعين بتوظيف خالد وسكننا. تمت الأمور بعد صراعات عديدة ومن خيبة أمل إلى أمل جديد، إلين انتهينا. لما انتقلنا لبيتنا تبرعت الأسرة الكريمة اللي احتوتنا بأنهم يرممون البيت وأجروا بعض التعديلات وفرشوا من أحسن الفرش، فكان لي غرفة خاصة أول مرة في حياتي، وغرفة لأخوي سايس الخيل، وكان لنا صالة جلسة كذا مرتبة ومطبخ جميل ومواعين حلوة. بصراحة أشياء ما عمري قد حلمت فيها، يعني كانت حتى ما هي من أكبر اهتماماتي، بس كان شيء يأويني أنا وأخوي. فتوقع أن أول ليلة لنا في هذاك البيت كنا ننام فيها بأمان وراحة بعد وفاة أبوي. دخلت الجامعة قسم محاماة، بعدين طلب مني ولدهم مطيع أني أشتغل في كتابة المذكرات، يعني مقابل مبلغ مادي أنا أدري ما يحتاجني، بس كان يبغى يدعمني ماديا. وتخرجت الحمد لله، وللحين يعني أنا أتدرب في مكتبه. فأيها الصالحون شكرا، لولا وجودكم بعد الله ما كنا اليوم ننام بأمان، ربما اليوم كنت امرأة معنفة لزوج فاسد. فاللهم سخر لكل يتيم ويتيمة ممن يخشون الله فيهم، والحمد لله من قبل ومن بعد إن الله طهر قلبي وأعاد لي الحياة لروحي أنا وأخي. شكرا أيها المدير، تربت يداك، أنت من يستحق لقب معلم الإنسانية. شكرا لمرشدتي اللي تحملتني كثير واستوعبت كلامي وألمي وجروحي، وحسبنا الله في كل من يستقوي على النساء والأطفال. إلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد. أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.